ذلك مفاجأة جديدة للجزائر، لكن وبغات تنافس وغادي تكون النتيجة هي هذه اللي كتشوفوا في الصورة. صراحة هاد النتيجة هذه دليل على المنافسة الشرسة ديال الجزائر للمغرب. غادي نلاحظوا واحد المسألة الإخوان، كل مرة كتزيد النبرة العدائية من طرف نظام العسكر تجاه المغرب، إلا وكتخرج تقارير، شفنا تصريحات عدائية، شفنا مناورات عسكرية، شفنا الكثير لهم، بل الجزائر هي من تقرر. نهار غادي نوصلوا لديك النقطة هذيك كونوا على يقين الإخوان أن المشكل غيتحل تماما. كز على العودة للموائد المستديرة من أجل حل للنزاع بدون استثناء أي طرف من أطراف النزاع. متابعينا كرام، زوار موقع المهاجر، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كما العادة. معكم سوفيا المرزوقي من قناتكم قناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجدات، ومرحبا بالجميع. نبداو على بركة الله الإخوان بأهم العناوين ديال الأخبار اللي اختارينا متابعينا اليوم في هذه الحلقة. هذه خبر مهم للغاية وأنا كنت كنتظرو بفارغ الصبر لأنه مفاجأة غادي نقدموها هدية للجزائر وتحديدا للرئيس الجزائري. في الخبر الموالي غادي نتحدثوا على تقرير من الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى فيه تحذير للجزائر. مرة أخرى الجزائر اعتذر، الولايات المتحدة الأمريكية كتحذر الجزائر. أخيرا نختموا الفيديو ديالنا باجتماع ينطلق يوم الاثنين، غيمتد لأسبوعين في الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة اللي غادي يناقش قضية الصحراء المغربية، وفيه بزاف ديال الأمور اللي غتكشف طبيعة الحال في هذا المدة الزمنية. بتوع على بركة الله الإخوان بأول خبر في هذه الحلقة هذه. هنا غادي نهضروا على تسليم دفعة جديدة اعتذر من نيو المغربية، لو أكثر من ذلك مفاجأة جديدة للجزائر. لكن قبل ما ندخلوا في هذه المفاجأة هذه اللي كان وجدها الجزائر، غادي نتذكر وعلاش قلت يعني تحديدا مفاجأة الجزائر، كنتذكر واحد الكلمات قالها الرئيس الجزائري يعني مباشرة من بعد ما طلع سدت الحكم في الجزائر. عبد المجيد قال وكان كيمعني على المغاربة أن المغاربة ما كيديروا حتى شي حاجة، وكيدعيوا أنهم كيصنعوا السيارات وهما فقط كيغونفليو لي بنو وكيزيروا لي كرو. هذه الكلمة هذه قالها الرئيس الجزائري بهذه العبارات هذه، يعني ما تقولش راك كتصنع السيارات وانت كتنفخر وايد، بواحد نبرة احتقارية للمغرب. فصدمة كانت هي أن فعلا المغرب دخل لصناعة السيارات، وكاينة سيارة مغربية كي كتشوفوها في الصورة متابعينا الكرام اللي هي سيارة مغربية الصنع 100%. المفاجأة ماشي هي السيارة ولا تسليم الدفعة الجديدة من السيارة، لا، المفاجأة هي أكثر من ذلك اللي غنتقاسموها بطبيعة الحال مع المتابعين ديالنا وبطبيعة الحال مع الجزائر كذلك والرئيس ديالها. لكن كما عادتها الجزائر، منين عرفت بأن المغرب بغى يصنع السيارات فحاولات وبغات تنافس، وغادي تكون النتيجة هي هذه اللي كتشوفوا في الصورة. صراحة هاد النتيجة هذه دليل على المنافسة الشرسة ديال الجزائر للمغرب. كما كتشوفوا هاد السيارة هذه اللي ما كتفوتش 30 كيلومتر في الساعة، قالك سيدي سيارة كهربائية، أول سيارة كهربائية كتصنعها الجزائر ما كتفوتش 30 كيلومتر في الساعة، لا، وكتفكرني بواحد السيارة ديال الابن ديالي الصغير كيلعب بها. وفعلا أردت الجزائر أضحوكة أمام العالم، لدرجة أن تقارير إعلامية عربية كتقول أن هذه السيارة هذه أثارت الجدل. وهذا السيد هذا اللي مشى يجربها أول مرة حشم، علاش؟ لأن ركابيه بقوا خارجين فاتوا المكان ديالهم، وهذا دليل لأن السيارة هي من أجل الترفيه واللعب وليس من أجل الاستعمال اليومي ديال الناس اللي كيستعملوا بها السيارات، يعني ما يمكنلكش تسافر بها. ما عرفناش واش داروها يعني غير باش يبهدلوا ريوسهم، ولا داروها باش ينافسوا المغرب والسلام ويقولوا حتى حنا كنصنعوا السيارات، ولا شنو بغاو يوصلوا للعالم تحديدا. فهذا دليل على ان كل المنافسه اللي باغا تدخل فيها الجزائر مع المغرب غادي تكون بهذه الطريقه هذه، لا في الصناعه العسكريه قالك حتى هما باغيين يصنعوا لك السلاح، لا في السياحه قالك 300 مليون سائح فاتوا اسبانيا وفاتوا فرنسا
اكبر الدول استقطاب السياح في العالم، 87 مليون 82 مليون، كل دوله وشحال كتدخل، وما قال لك 300 مليون سائح. وهذا الشيء هذا كامل علاش؟ غير باش ينافسوا المغرب، غير باش ينافسوا المغرب بهدلوا ريوسهم بهذه الطريقه هذه. واش هذه سياره يخرج الناس يتحدثوا عليها امام العالم؟ وانا من ديك اللحظه هذيك اللي قال لك المغرب كيعرف غير ينفخ لي بنو ويزير لي كرو، كان عين يجي هذه اللحظه هذه بالضبط اللي المغرب يعلن فيها يعني انجاز اول سياره ديالو. وفعلا السنه الماضيه سنه 2023 هذه السياره هذه مشات حتى لعند صاحب جلاله الملك محمد السادس للقصر الملكي وشافها وشرف عليها. وفعلا سياره تخليك تحمر وجهك، تفتخر تقول بلادي كتصنع السيارات على الاقل، ماشي تجيب قصديره ديال الدراري الصغار فين كيلعبوا الدراري الصغار وتحطها. هذا احسن رد صراحه. كما قلت ان المغرب كيرد بالعمل، ما كيردش بالكلام. الا كان غير الكلام والخطابات الشعبويه راه سهله، يمكن لاي واحد يدير الخطابات الشعبويه. كان الرئيس ديال الجزائر بالاحرى يدير واحد القناه ديال اليوتيوب ويبقى يدخل لايفات حتى هو ويهضر ويدير في الخطابات الشعبويه ديالو، راه هي اسهل شيء عندهم. لكن الكلام راه ما كيحققش صناعه ديال السيارات حقيقيه بحال هذه اللي كنشوفوا امام الاعين ديالنا. واش هذا خيال ولا واقع؟ واش هذه حقيقه ولا لا هذا الشيء هذا حقيقه بطبيعه الحال؟ وهذه تسليم دفعه جديده من نيو موتورز المغربيه، واكثر من ذلك بالخياط يخطط لسياره كهربائيه. قبل ما ندوزو نتحدثوا على السياره الكهربائيه، نتحدثوا بعدا على من بعد مرور سنه على استقبال خاص بالقصر الملكي في الرباط يوم 15 ماي 2023، تجاوزت شركة نيو موتورز جميع مراحل الإنتاج والتسويق بنجاح باهر لتصل مساء أمس الجمعة 7 يونيو الجاري إلى حدث الافتتاح الرسمي الأول لأول صالة عرض بمدينة الرباط. تعرض نماذج متنوعة الألوان ومتعددة الأشكال، طورتها أول شركة مغربية 100% لصناعة السيارات. هذا الحدث الحصري الذي حضرته وسائل إعلام مغربية جرى مساء أمس الجمعة مانحا لعموم المواطنين والمواطنات الراغبين والمهتمين بفرصة اكتشاف سيارة أولى من نموذج جديد من السيارات الكهربائية. تعمل المجموعة المذكورة على تطويره، كما سلمت سيارات نيو المغربية إلى زبائن جدد وفق ما عاينته الجريدة بحضور مدير الشركة ومؤسساتها نسيم بالخياط وبعض طواقم شركته من مطوري تصاميم ومهندسين وتقنيين. نيو موتورز مروكو تعد أول مقاولة ناشئة صناعية، يصل حاليا عدد العاملين في مصانعها بضواحي الرباط منطقة عين عودة حوالي 100 كفاءة وإطار مغربي 100%، ما كاين حتى شي أجنبي، 100 كفاءة وإطار مغربي. يعني داك الكلام هذاك هذا هو النيف الحقيقي، هذه النفس، هذا هو النيف اللي ما كيتحكش في الأرض. النيف ماشي هو نمشي نضيع فريق كروي في ماتش ديال كرة علاش على خريطة في واحد التوني، لا ماشي هذاك هو النيف. النيف الحقيقي، وانا كنعتز بهذا النيف هذا الحقيقي ديال المغاربه الاصليين الحقيقيين، هو اننا كنردوا بالعمل. وكما قلت لكم هذه الكلمه هذه ديال كتنفخوا لي بنو كتزيروا لي كرو بقات في الدماغ ديالي، كانه كيستهزأ من المغاربه ككل، كيستهزأ من الشعب المغربي، كيقول ان المغاربه غير كيستقبلوا المصانع ديال فرنسا. فهي تحولات المملكة المغربية لصناعة السيارات. لو المفاجأة الأكبر هو أن المغرب سيدخل غمار صناعة السيارات الكهربائية، خبير يتوفر على إمكانات لإنتاج سيارات تنافسية. أنا ما غاديش تكون غير نيو، غادي يكونوا سيارات كثيرة. تحضر المملكة المغربية نفسها للانتقال لإنتاج السيارات الكهربائية وولوج مختلف الأسواق العالمية التي يرتفع بداخلها الطلب على هذه المنتجات، حيث عملت حكومة عزيز أخنوش على توقيع اتفاقية استثمارية استراتيجية مع مجموعة غوشن هاي تيك الصينية الأوروبية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي لإقامة مصنع ضخم مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة. شتي النيف كيفاش داير؟ مزيان مزيان، ديروا فينا النفس والله العظيم مزيان، تبغيو تبينونا في الصورة اللي بغيتو تبينونا فيها ونفاجئكم بهذه الطريقة هذه. فتصور معي دابا شحال داز، كنهضروا على 2019 2020 2021، تقريبا 2019 2020 فاش قال هذا التصريح هذا الرئيس الجزائري. ما عنديش تقريبا ما عنديش التاريخ بالضبط، لكن في هذه النواحي هذا مور ما صعد
سدات الحكم بطبيعة الحال، قال هذه الكلمات هذه. شنو قال؟ قال أن المغاربة، ولا ماشي المغاربة، وقال يعني غير أرمنا الرسالة، انتوما كتقولوا أنكم كتصنعوا السيارات وانتوما كتنفخوا لي بنو وكتزيروا لي بنو من 2019 ل 2020 إلى 2023 بانت أول سيارة مغربية، و 2024 جاءوا الناس باش يقتنيوا وياخذوا السيارات ديالهم مغربية الصنع اللي غادي تبدا تنتشر في المغرب بطبيعة الحال بدون أي شك، غتنتشر في إفريقيا وفي دول أخرى، علاش لا حتى أوروبا إن شاء الله بإذن الله. هذا هو يعني ني في الحقيقي كنفتخر به بطبيعة الحال. أضف إلى ذلك توقيع ديال المملكة المغربية على إنشاء مصنع ضخم من منظومة متكاملة لإنتاج البطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنوطيرة، وكتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 65 مليار درهم، مع خلق 17,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك 2300 منصب شغل عالي الكفاءة، كما يرتقب أن تبلغ السعة الإنتاجية للمصنع حوالي 20 جيجاوات في الساعة في المرحلة الأولى، من إمكانية توسيعها إلى 100 جيجاوات في الساعة مستقبلا، ولتطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 12.8 مليار درهم. هذه كلها هذا الشيء كله نقدروا نعتبروه الرد الحقيقي، هذا هو النيف الحقيقي. وانا كنقول لك دابا سير عند فرنسا رغبها تجي تفتح لك المصانع ديالها باش حتى انت تكونفلي لي بنو وتزير لي كرو، ما عرفت من هنا واحد 20 سنه تولي عندكم طموح انكم تحققوا انتاج ديال السيارات الجزائريه 100%. علاش؟ لان ماشي عيب تعلم، وماشي عيب تصبر حتى توصل للاهداف ديالك، العيب هو انك تبقى كتهضر وانت ما عندك والو، هذا هو العيب الحقيقي. العيب هو انك تنسى حدبتك وتبدا تشوف في الحدبه ديال الجيران ديالك، حتى واحد النهار كتلقى الجيران ديالك تخلصوا من الحدبه ديالهم وغاديين في الطريق الصحيح وغاديين كيحققوا في الاهداف ديالهم، وانت حدبتك ما زيد غير كتكبر وما زيد غير كتعلى للسماء. وانا كنقولها راه كل يعني ما يقومون به حاليا واضح من اجل السيطره وإحكام، سيطرة بإحكام على الشعب الجزائري من بعد انتخابات المقبلة، وهذا هو السبب اللي تسريع الانتخابات قبل أوانها. فبطبيعة الحال في هذه الأيام الأخيرة شفنا تصريحات عدائية، شفنا مناورات عسكرية، شفنا الكثير بالتأخير الحية في وسط الجزائر، وتعمدوا انهم يبعثوا هذه الرسائل هذه الوسائل الاعلام ديالهم وكانهم يهيئون لامر ما، وعودونا على هذا الشيء. هذا تعودنا دائما كننتظرهم في اي لحظه، المغرب مستعد لهم في اي لحظه. علاش؟ لان هذه التصريحات العدائيه اللي كتخرج من ديك الدوله هذيك ولف عليها المغرب. تحدثنا على هذا الموضوع وقلنا الا كانوا باغيين شي حاجه راه المغرب ما عليه الا يدافع على نفسه، المغرب ما غاديش يبدا هذه الحرب هذه من المؤكد. علاش؟ لأن المملكة المغربية يستحيل أنها تنساق نحو التصريحات العدائية ديال الجزائر، يستحيل أن المغرب يبدأ هذه الحرب هذه، إلا بغات تبدأها الجزائر غادي تبدأها. فهنا كما سبق وحضرات الجزائر بتقرير، حضرات أمريكا الجزائر بتقرير وقالت بأن إلا بدأت الحرب الجزائر على المغرب غادي تنتهي في أيام معدودة، لأن فعلا أمريكا ما بغاش توتر في المنطقة. دابا كيخرج تقرير جديد حديث يؤكد على ضرورة حل النزاع الصحراء المفتعل في إطار آلية الموائد المستديرة. هذا التقرير هذا هو تقرير أمريكي حديث كيكشف أن منطقة شمال أفريقيا تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة للمصالح الأمريكية، خاصة في ظل المنافسة الجيوسياسية الحالية على هذه المنطقة مع كل من روسيا والصين، موردا أن واشنطن لديها العديد من الأسباب التي تدفعها إلى التركيز على المنطقة، أهمها أن موقعها الجغرافي ذو أهمية بالغة لأمن حلفائها الأوروبيين. وأكد التقرير الحديث الصادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الولايات المتحدة لديها فرصة لتخفيف أو عكس تقدم منافسيها الروس والصينيين في شمال إفريقيا، موصيا في هذا الصدد الإدارة في واشنطن بدعم المغرب الذي يعد الشريك الأكثر استقرارا بالنسبة لأمريكا. هذا هو هذه الرسالة
لموجهة مباشرة للجزائر، يحث على الدعم المغرب الذي يعد الشريك الأكثر استقرارا بالنسبة لأمريكا، مع مساعدته أمنيا وكذا تقنيا من أجل مواجهة مشكلة ندرة المياه على سبيل المثال، إضافة إلى توزيع برامجها التمويلية وإظهار التزامها لحل نزاع الصحراء عن طريق حث الأطراف المعنية بما فيها الجزائر على استئناف المفاوضات في إطار آلية الموائد المستديرة. هنا فالتقرير شنو كيقول الجزائر؟ كيقول الجزائر ما غاديش تبقاي هاربة من المسؤولية ديالك، والموائد المستديرة غادي ترجعوا ليها ويدكم فوق راسكم ماشي لخاطركم. أوضح التقرير المعنون بشمال إفريقيا في عصر منافسة القوى العظمى، تحديات وفرص الولايات المتحدة، أن المغرب من أوائل الدول التي اعترفت بالاستقلال الأمريكي، فيما حافظ البلدان منذ فترة طويلة على شراكة وثيقة تم تعزيزها بعد استقلال المغرب، كما يرتبطان بعلاقات أمنية ودفاعية قوية إذ تحتضن المملكة بشكل سنوي مناورات الأسد الإفريقي، أكبر تمرين عسكري متعدد الجنسيات في القارة اللي معقد شي حاجة سميتها الجزائر، مشيرا أيضا إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين تبلغ التجارة الثنائية بينهما حوالي 6.8 مليار دولار سنويا، كما تحظى برامج التبادل التعليمي التي تمولها الولايات المتحدة بشعبية لدى المغاربة. وشدد المصدر ذاته على أن القلق الرئيسي للسياسة الخارجية للمغرب هو ذلك المرتبط بمسألة النزاع حول الصحراء، وهو ما أثر على علاقاته مع الجزائر، لافتا على صعيد آخر إلى أن المملكة المغربية سعت في عهد الملك محمد السادس إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي للعب دور في سلاسل التوريد العالمية، كما حاولت جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين والشركاء الأجانب من خلال ترويج لمواردها المتجددة واستقرارها السياسي مقارنة بجيرانها في شمال إفريقيا. فهنا غادي نلاحظوا واحد المسألة الإخوان، كل مرة كتزيد النبرة العدائية من طرف نظام العسكر تجاه المغرب إلا وكتخرج تقارير من قلب الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها كتقول للجزائر كالم كالميفو، هذا هي الرسالة اللي كتكون دائما تكالموا مع راساتكم، راه أي تحرك غادي يكون عنده عواقب وخيمة عليكم. وبطبيعة الحال كما العادة النظام كيرجع يتكمش، النظام العسكري كيرجع يتكمش كما كيتكمش مع الدول الأوروبية، فكل مرة حاول يسحب السفير ديالو من إسبانيا ولا من فرنسا ولا من دول أوروبية أخرى، اون فوا كيشوف العين الحمراء كيرجع يتكمش. على عكس المغرب، المغرب الحمد لله ما كيقومش يعني بتصعيد إلا إذا كان يعني جيدا انه مظلوم وما كيتراجعش على التصعيد ديالو، لا مع اسبانيا لا مع فرنسا لا مع المانيا، هادو ثلاثه ديال الدول اللي دخل معهم في التصعيد، وكان يعني تصريحات من طرف وزير الخارجيه المغربي السيد ناصر بوريطه، لا مع المانيا ولا مع فرنسا ولا مع اسبانيا، وما عمر المغرب تراجع مع اسبانيا ومع المانيا، تم سحب السفير كذلك مع فرنسا، تسحب السفير بنفس الطريقه اللي سحبت بها السفير ديالها فرنسا كرد على فرنسا. السفراء غادي يرجعوا من بعد ما غيتراجعوا هاد الدول هادو على القرارات ديالهم، لا في اسبانيا ولا في المانيا باعتراف بمغربية الصحراء. فهنا صراحه كتبان المواقف ديال الدول، كيفاش المغرب حافظ على القيمه ديال 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 المملكه المغربيه او لا السمعه ديال المملكه المغربيه، كيفاش الدبلوماسية حافظت على السمعة ديال البلاد في مواجهة دول أخرى، وكتبان على أن المغرب راه ما كيتعداش، وإلا تعدى عليه شي حد راه ما كيرجعش إلا بإصلاح العلاقات تماما ومراجعة شاملة للعلاقات مع الدول. فهنا فين كيبان الضعف، تصور معي الجزائر احتجت على إسبانيا لأنها اعترفت بمغربية الصحراء، سحبت السفير ديالها، بقى مدة من بعد غيرجع السفير بدون أي تراجع، لا بالعكس ولات وسائل الإعلام الجزائرية في موقف حرج كتقلب على مخرج كيفاش يبرروا عودة السفير لإسبانيا. فهنا فين كتبان المواقف ديال الدول، واش الدولة عندها مواقف ديالها وعندها كلمة ديالها مسموعة، ولا كتراجع على القرارات ديالها خوفا وجبنا. المغرب بطبيعة الحال كيحافظ على العلاقات ديالو مع المحيط ديالو، حتى مع الجزائر حاول يحافظ على العلاقات، لكن الجزائر ما عمرها
عطات فرصة لهذه العلاقات أنها تستمر، وبطبيعة الحال هي صاحبة العزاء، هي صاحبة سحب السفير، هي صاحبة غلق العلاقات وإلغاء العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. المغرب ما غاديش يرجع يفتح الصفحة ديال الجزائر نهائيا وطواها تماما. إذا كل مرة كتزيد النبرة العدائية إلا كيجي الرد من أمريكا، إنها كترفض هذه المواجهة العسكرية في شمال إفريقيا تماما، إنها ما كتخدمش المصالح ديال أولا الحلفاء ديالها، الجوار ديالها الأوروبي، ثانيا أمريكا. ندوزو الخبر الأخير متابعينا الكرام، وعنده علاقة بنفس المواضيع اللي كنتحدثوا عليها. فيوم الاثنين، يعني كنهضروا على بعد غدا، غادي تنطلق الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة اللي غادي تناقش قضية الصحراء المغربية. وفي هذا النقاش هذا غادي يتم الكشف ديال عدة أمور، من بينها تجاوزات ديال ميليشيات البوليزاريو في المخيمات تجاه المحتجزين، عدة أمور غتناقش، لو أكثر من ذلك غيتم إحراج الجزائر. نشوفوا التفاصيل بعدها. من المرتقب أن تنطلق بعد غد الاثنين أشغال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والممتدة لأسبوعين متواصلين. تضم أجندة اللجنة 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة نزاع الصحراء المفتعل بمشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، يدافعون عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية ويعرفون بالتنمية السوسيو اقتصادية التي تشهدها جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، كما سيقومون بفضح تجاوزات الحقوقية والإنسانية التي تقوم بها جبهة البوليزاريو في حق الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب الصحراء. وتناقش اللجنة 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نزاع الصحراء المفتعل بناء على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 7 دجنبر 2023 والذي ضم 7 نقاط. وتشير النقطة الأولى في القرار المعتمد إلى إحاطتها علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بينما تشير النقطة الثانية إلى دعم عملية المفاوضات التي بدأها مجلس الأمن بموجب قراراته ذات الصلة. وهنا فين تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ولا مجلس الأمن غادي يركز على الجزائر في العودة إلى الموائد المستديرة. النقطة الثالثة تتعلق بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ مواتي للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006 وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن. فيما ترحب النقطة الرابعة بالمفاوضات الجارية بين الطرفين والتي عقدت في 18 و19 يونيو 2007 وفي 10 و11 غشت 2007 وفي الفترة من 7 حتى 9 يناير 2008 والفترة من 16 ل 18 مارس 2008 بحضور البلدان المجاورة وتحت رعاية الأمم المتحدة. هذا يعني الاجتماع هذا ولا هذا الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة اللي غادي تنعقد يوم الاثنين المقبل غيكون التركيز فيها على جوج ديال النقاط مهمة جدا. النقطة الأولى هو نقولوا ثلاثة ديال النقاط ماشي جوج النقاط. النقطة الأولى هو المسار التنموي ديال 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 المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية وما حققته لأقاليمها الجنوبية في هذه السنوات الأخيرة. النقطة الثانية هي التجاوزات والقمع ديال حركة البوليزاريو تجاه المحتجزين في تندوف. النقطة الثالثة غتكون كتركز على العودة للموائد المستديرة من أجل حل للنزاع بدون استثناء أي طرف من أطراف النزاع وأولهم الجزائر، من استثمر في النزاع لمدة 50 سنة. إلى ربطنا ما بين هذا الشيء هذا اللي كنتحدثوا عليه دابا وما بين تقرير الحديث اللي صدر طبيعة الحال من طرف معهد واشنطن للسياسات الشرق الادنى، غادي نلقاو تركيز ديال الامم المتحده ولا ديال هذا التقرير هذا اللي صدر من معهد واشنطن، غادي نلقاوه كيركز على العوده للموائد المستديره والتزام الجزائر بحل او قبول حل للنزاع المفتعل والعوده للموائد المستديره. يعني شنو غادي نستنتجوا من هادشي هذا كامل؟ المنتظم الدولي يعي جيدا ووصل لواحد القناعه ديال ان الكره في يد الجزائر المتحكم الاساسي في هذا النزاع هذا،
وفي الطرف ديال البوليزاريو اللي كتحتاج جزءهم من الجزائر في مخيماتها بتندوف، وكتحكم فيهم بطريقه او باخرى تحت واحد الضغط حقيقي. ما يمكنش ان كل مره تحت الفرصه لواحد سواء كان قيادي او لا جهه معينه تحت ليه الفرصه يخرج من المخيمات ديال تندوف، بحال مثلا صحراويون من اجل السلام، يخرج من المخيمات ديال تندوف ويغير الراي ديالو تماما ويولي معارض للجزائر ولهاد الحركه اللي كتسمى حركه البوليزاريو من فراغ، لو لم يكن هناك فعلا ضغط حقيقي على المحتجزون في تندوف من طرف الجزائر وتحكم في المصير ديالهم والقرارات اللي كيتاخذوها ما كيتاخذوهاش بطريقه يعني تلقائيه. فهاد الشيء هذا هو الخروج من النفاق. الى كان الغرب والمنتظم الدولي ككل، ما نهضروش غير على الغرب، الى كان المنتظم الدولي ككل باغي يساعد في ايجاد حل واقعي وحقيقي لهذا النزاع المفتعل، هو انه يخرج من ديك المنطقه ديال النفاق ويكشف الحقيقه ديال ان هاد الناس هادو لا اختيارات لهم، بل الجزائر هي من تقرر. نهار غادي نوصلوا لديك النقطه هذيك كونوا على يقين الاخوان ان المشكل غيتحل تماما، غيتحل تماما، وتجي الجزائر تجلس على طاوله الحوار بطبيعه الحال. هذه الاخبار ديالنا اليوم متابعينا الكرام، اتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر وموضوع اخر، تكونوا دائما في احسن الاحوال، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.